لا احنا ناجل، اكو يعني حالات تقدر الطبيب ياجل، فاحنا مو معناته اذا اجلنا يروح علي اللقاح يخسر، حرام عليك، لان هذا ابني راح يخسره من اللقاح وبعدين خاف ياثر عليه. عافية، لانه اذا راح الموعد مالته ايش يخسر هذا اللقاح؟ جزء مهم له، حتى انا اروح 9 اشهر يعني وست اشهر هذه الحصبات اخاف ابني ينصاب بيها، فانا حاميته وجايه بالموعد وماخذ الموعد المحدد مالته. 6 اشهر 4 اشهر عافية، انا ما اخذته، بارك الله بك. انا كل الامهات عندهم هذا الوعي الصحي، بارك الله بك حبيبتي، تسلمولي.